هل الاستغفار يعد من الذكر أو من الدعاء؟ وما أفضل صيغة للاستغفار؟ الاستغفار معناه طلب المغفرة من الله، والطلب دعاء، وفي الوقت نفسه ذكر لله. قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. فالذكر أعم من الدعاء، لأن كل دعاء فيه ذكر، حيث إنه يتوجه به إلى الله، وليس كل ذكر فيه دعاء، فقد يكون خاليا منه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النصوص كثيرة في القرآن والسنة بالأمر بالاستغفار والإكثار منه، فجزاؤه جنات تجري من تحتها الأنهار، ويمنع عذاب الاستئصال، كما قال سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهو سبب الخير الكثير، قال تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وقد ثبت في مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم 100 مرة، وفي البخاري أنه يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وصيغ الاستغفار كثيرة، ولكن أحسنها ما رواه البخاري، وهو: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها بالنهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، والله أعلم.